بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تلاميذنا السلام عليكم. إذا اليوم إن شاء الله نواصل مع سلسلة تمارين شاملة في وحدة الدوال اللوغاريتمية الآن. واليوم إن شاء الله راح نكون في التمرين الخامس سلسلة المستوى الأول. كيما ديما لازم تحاول أولا في التمرين وبعدها تجي تشاهد معنا الحل. الرابط على السلسلة راح تلقاه في صندوق الوصف، تلقاه أيضا في أول تعليق. حملنا هذه السلسلة، حاولنا في التمرين الخامس، إذا كان لقيت فيها صعوبات أروح شاهد معنا الحل للآخر. نبدأ مع بعضنا في التمرين الخامس. التمرين الخامس أعطانا دالة F، قال لنا F الـ X تساوي 1 ناقص ألان X مربع الكل قسمة X. مجموعة التعريف هي R نجمة، R باستثناء الصفر. علاش؟ لأنه أولا كاين المقام لا يجب أن ينعدم، معناتها X ما يقدرش يكون يساوي صفر، وزيد داخل الألان، داخل الألان أيضا لازم لا ينعدم، معناتها لازم نستثنيه صفر. يقدر واحد ما يفهمش مجموعة التعريف يقول لي احنا الألان نحطه من صفر زائد ما لا نهاية. لا، احنا مجموعة التعريف تاع الدالة كي تكون فيها الألان لازم ما بداخلها يكون موجب، ورانا نلاحظوا ما بداخلها بما أنه X مربع راه موجب على R، معناتها مجموع التعريف هي R نجمة. الآن السؤال الأول يقولنا نهايات F على أطراف مجال التعريف. الملاحظة الأولى ما هي مجموعة التعريف؟ R نجمة اسمها R باستثناء صفر، معناتها من ناقص ما لا نهاية الصفر اتحاد صفر زائد ما لا نهاية. إذا شحال عندنا من نهاية؟ عندنا أربع نهايات، واحدة عند ناقص ما لا نهاية، واحدة عند زائد ما لا نهاية، واحدة عند صفر بقيم أقل، وصفر بقيم أكبر. نبدأ مثلا حساب ليميت f لx لما x يؤول الى زائد ما لا نهايه على سبيل المثال. الان عباره الداله f تساوي ليميت 1 ناقص ln x مربع على x لما x يؤول زائد ما لا نهايه. لو كان درنا تعويض مباشر نعوضه بزائد ما لا نهايه، زائد ما لا نهايه مربع زائد ما لا نهايه، نهايه الان عند زائد ما لا نهايه هي زائد ما لا نهايه، اذا في البسط يوجد زائد ما لا نهايه، وفي المقام ايضا كاين زائد ما لا نهايه. ما لا نهايه على ما لا نهايه هي حاله عدم التعيين. كيفاش رايحين نتخلصوا منها؟ الفكره بكل سهوله انه نستخدموا خواص الالان. كيفاش رايحين نستخدموا خواص الالان؟ شوف، عندك الان اكس مربع بالخواص اللي شفناها في الدرس، قلنا انه 2 كي تكون اس داخل الالان تقدر تخرج برا، يعني تولي 2 الان اكس. بكل سهوله نديروا هذه الفكره، نجسدوها مع بعضنا ونشوفوا كيفاش راح نتخلصوا من حاله عدم التعيين. اذا 1 ناقص قلنا تولي 2 الان اكس على اكس، ولكن مع ملاحظه لازم نشيلوا لها هنا لانه نحتاجوها من بعد في جوار ناقص ما لا نهايه. الملاحظه هذه واش تقول؟ لما اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه. الان احنا لما خرجنا 2 هذه واش بقى داخل الان؟ بقى داخل الان اكس، وحنا نعرفوا بلي ما بداخل الآلان لازم يكون موجب. هل ما بداخل الآلان راه موجب في هذه الحالة؟ راه موجب. لماذا؟ لأنه رانا في جوار الزائد ما لا نهاية، ولكن من بعد في الناقص ما راحش تخرج بنفس الطريقة. تبع معنا راح تفهمها. يعني الآن نهبطوا 2 عادي جدا، ما كان حتى إشكال. كي تهبط 2 بالخواص راح يبقى إكس، إكس بما أنه يؤول إلى زائد ما لا نهاية راه موجب. الآن النهاية كم تساوي؟ نهاية تساوي عندنا ألان إكس على إكس عند الزائد ما لا نهاية، نهاية شهيرة وقلنا تساوي الصفر بالتزايد المقارن، نهاية شهيرة شفناها في درس نهايات عدل الألان، قلنا ألنا ألان إكس على إكس عند الزائد ما لا نهاية تساوي صفر. صفر في عدد تبقى صفر، إذا عندنا 1 ناقص صفر إذا تساوي 1، معناتها يوجد مستقيم مقارب معادلته إكراك يساوي 1. علاش؟ حسبنا نهاية عند ما لا نهاية لقيناها 1. إذا التفسير الهندسي ما هو؟ سي اف يقبل ماذا؟ مستقيما مقاربا، ما نوعه؟ أفقيا. معادلته، ما معادلته؟ معادلته إكراك يساوي 1 عند زائد ما لا نهاية. الآن حسبنا النهاية عند زائد ما لا نهاية، دروك نحسبوا عند الصفر بقيم أقل وبقيم أكبر. انتبه معنا رايحين نفهموا الفكرة، جينا حاجة سهلة جدا. إذا ليميت f لx لما x يؤول إلى صفر، نحسبوها مثلا بقيم أكبر، ولاحظوا تساوي ليميت ماذا؟ ما بداخل الدالة واش هي؟ هي 1 ناقص ألان x مربع على x لما x يؤول إلى صفر بقيم أكبر. الآن هذه كاينة 1، هذه كاينه 1. الاشكال الذي قد يقع هو يقع هنا ألان اكس مربع على اكس. شوف
الآن X باش راح تعوضه؟ راح تعوضه بصفر، هذه في المحاولات فقط، صفر ما إشارته موجب لأنه بقيم أكبر. إذا في المقام عندنا صفر موجب. في البسط واش كاين؟ كاين صفر لما صفر موجب، لما تربعوا راح يبقى أيضا صفر موجب. إذا عندنا آلان صفر، ما هي نهاية الآلان عند الصفر؟ نهاية الآلان عند الصفر بقيم أكبر نعرفوها، هي ناقص ما لا نهاية. الآلان عنده نهايتين، عند الصفر بقيم أكبر ناقص ما لا نهاية، عند ماذا؟ عند زائد ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية. مليح. إذا هذه في البسط ناقص ما لا نهاية، في المقام صفر. ما لا نهاية على صفر هل هي حالة عدم تعيين؟ لا، ليست حالة عدم تعيين. ما لا نهاية على صفر هي ما لا نهاية، ناقص على زائد تشوف الإشارة ناقص، إذا هذه نهايتها ناقص ما لا نهاية. ناقص ما لا نهاية لما تضرب في الناقص راح تولي زائد ما لا نهاية، تزيد لها واحد، الواحد هذاك ما راحش يأثر. بنفس الطريقة تماما رايحين نحسبوا النهاية الأخرى اللي هي ليميت اف لإكس لما إكس يؤول إلى صفر بقيم أقل تساوي ليميت واحد ناقص ألان إكس مربع على إكس لما إكس يؤول إلى صفر بقيم أقل. الآن ديروا تعويض في هذا العبارة، ألان إكس مربع على إكس، باش نعوضه؟ نعوضه بصفر. الآن صفر ما إشارته؟ سالب، لأنه بقيم أقل. ركز معنا، لتحت وش حيولي عندنا؟ قلنا صفر سالب. لفوق صفر سالب لما تربعه راح يولي صفر موجب، لأن التربيع دائما يحول القيم إلى قيم موجبة. نهاية الآلان عند الصفر موجب ما هي؟ قلنا بلي ناقص ما لا نهاية. الآن عندنا ناقص ما لا نهاية على صفر، قلنا ما لا نهاية ناقص على ناقص زائد، معناتها هذه نهايتها هي زائد ما لا نهاية، مضروبة في الناقص تصبح ناقص ما لا نهاية، تزيد لها واحد ما تتأثرش، تقعد ماذا؟ تقعد تساوي ناقص ما لا نهاية. إذا نهايات عند الصفر، حسبنا نهاية عند الصفر بقيم أقل لقيناها زائد ما لا نهاية، بقيم أكبر لقيناها زائد، بقيم أصغر لقيناها ناقص. ماذا نستنتج؟ ما هو التفسير الهندسي؟ وجود مستقيم مقارب معادلته X يساوي الصفر، اللي هو ماذا؟ اللي هو محور التلاطم. إذا نقول CF يقبل مستقيما مقاربا عموديا معادلته X يساوي الصفر. الآن مع النهاية الأخيرة واللي هي ليميت F لX لما X يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. إذن ليميت F لX لما X يؤول إلى ناقص ما لا نهاية تساوي ليميت ماذا؟ واحد ناقص آلان X مربع على X. X إلى ماذا يؤول؟ إلى ناقص ما لا نهاية. انتبه معنا مليح هنا. الآن ناقص ما لا نهاية لو كان تربعها واش تمد؟ تمد زائد ما لا نهاية. الآلان عند زائد ما لا نهاية واش هي؟ زائد ما لا نهاية. وفي المقام كاين ناقص ما لا نهاية، حالة عدم تعيين. قادر واحد يتسرع يقول لي استاذ نديروها بنفس الفكرة، نهبطوا هذه التربيع تولينا نهاية شهر وتروح للصفر. ولكن انتبه مليح، هي الفكرة ما هي؟ الفكرة انه راح نهبطوا اثنين باستخدام الخواص، نهبطوا اثنين باستخدام الخواص واش تصبح؟ تصبح ناقص 2 ألان X على X. ولكن كاين ملاحظة، X إلى ماذا يؤول؟ يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. داخل الألان ما تقدرش تكون حاجة سالبة، والدليل أنك لما تعود تحسب النهاية تقول ألان عند ناقص ما لا نهاية غير موجودة. يعني لما نخرج التربيع هذاك، لما نخرج التربيع في القيم موجبة لا يحدث أي شيء، ولكن في القيم السالبة يجب أن نترك قيمة مطلقة حتى نضمن أن ما بداخل الألان لازم يكون موجب. مليح. X القيمة المطلقة ما هي؟ القيمة المطلقة مقدار موجب يبقى كما هو، مقدار سالب يتضرب في الناقص. إذا X راه سالب، إذا يجب أن يضرب في الناقص، هكذا يجب أن يضرب في الناقص. بهذه الطريقة نضمن بلي راه ما بداخل الألان راه موجب. ركز مليح، عندك مقدار سالب اللي هو X، الآن X سالب، X سالب في ناقص يولي موجب، عنده الحق يدخل داخل الآلان. لو كان دير تعويض راح تلقى حالة عدم تعيين من شكل زائد ما لا نهاية على زائد ما لا نهاية. كيف نتخلص من حالة عدم تعيين التي واجهناها هنا؟ لازم نتذكر ما هي النهاية الشهيرة. النهاية الشهيرة تقولنا ليميت آلان تي على تي لما تي يؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي الصفر بالتزايد المقارن، نهاية شهيرة. الآن ركز معنا مليح، وش معناتها آلان تي على تي؟ معناتها أنه ما بداخل الآلان لازم يكون نفسه في المقام. شوف الفكرة نتاعنا، ما بداخل الآلان وش كاين؟ كاين ناقص إكس، معناتها في المقام لازم يكون أيضا كاين ناقص إكس. هل عندنا ناقص إكس؟ ما عندناش ناقص إكس. إذا الفكرة ما هي؟ الفكرة أنه نضرب في الناقص ونقسم على الناقص.
يعني يتضرب البسط في الناقص والمقام في الناقص، ما درنا والو. كي تضرب البسط في الناقص واش راح تصبح؟ تصبح زائد. في المقام كاين ناقص اكس. اذا الان اصبحت نهايه شهيره، لانه من الشكل ان تي على تي، تي هذا الى ماذا يؤول؟ اريد زيد ما لا نهايه. لماذا؟ لان اكس راه ناقص ما لا نهايه، ناقص ما لا نهايه في الناقص هي زائد ما لا نهايه. اذا راه من الشكل ان تي على تي، حيث تي يؤول زيد ما لا نهايه، وهذه نهايه شهيره وتساوي الصفر. اذا هذه صفر، صفر في عدد صفر يبقى لنا واحد. إذا النهاية عن ناقص ما لا نهاية تساوي واحد، ونهاية عن زائد ما لا نهاية أيضا تساوي واحد. هل هناك تفسير هندسي؟ نعم، هناك تفسير هندسي. مستقيم مقارب، إذا سي اف يقبل ماذا؟ مستقيما مقاربا أفقيا. ما معادلته؟ معادلته إيكغراك يساوي واحد عند أي جوار؟ عند ناقص ما لا نهاية. إذا هذا هو السؤال تاع النهايات، وهذه هي المستقيمات المقاربة التي يقبلها المنحنى سي. الآن بعد سؤال النهايات يطلب منا حساب المشتقة، دراسة إشارتها، ثم دراسة ثم تشكيل جدول التغيرات. إذا نحسب المشتقة اف فتحة لإكس. انتبه معنا مليح، واحد عدد ثابت في المجموع اشتقاقه صفر. اذا راح نشتق ناقص ln x مربع على x. الفكره ربما ما هي؟ انه بكل سهوله اولا نخرجوا الناقص ونخليوها من اجل انه ما نغلطوش، من بعد نشتقوا ln x مربع على x. ركز معنا، مكتوبه من الشكل ln x مربع على x. اذا راها قسمه دالتين، الدالة الأولى هي ln x مربع، الدالة الثانية هي x. الفكرة ما هي؟ نطبق القانون تاع اشتقاق قسمة الدالتين، مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط. إذا ناقص هذه رانا احتفظنا بها، وروحوا نشتقوا الكسر. الآن قلنا مشتق البسط في المقام، البسط ما هو؟ هو ln x مربع. كيف نشتقه؟ ما هي قاعدة اشتقاق ln دالة؟ ln دالة قلنا كي نشتقوها بكل سهولة، مشتق ما بداخل البسط مشتق ما بداخل ln على ما بداخل ln. معناتها بكل سهولة ln x مربع، كي نعودوا راح نشتقوها، قلنا مشتق ما بداخل ln على ما بداخل ln، ما بداخل ln هو x مربع، اشتقاقه هو 2x. إذا هل هناك اختزال؟ نعم كاين اختزال، بإمكاننا أن نختزل 2x مع x، إذا تبقى لنا 2 على x. إذا مشتق البسط وش هو؟ هو 2 على x. في المقام، المقام ما هو؟ x. مليح، رانا اشتقينا الفكرة هذه. الآن ناقص اشتقاق المقام في البسط. المقام ما هو؟ هو x، اشتقاقه واحد، واحد في البسط، ثم نكتب البسط ln x مربع على ماذا؟ الكل على المقام مربع واللي هو x مربع. الكل على المقام مربع واللي هو x مربع. الآن ركز معنا مليح، واش عندنا؟ عندنا اختزال، x مع x يختفي، تبقى لنا ناقص في البسط واش كاين؟ كاين 2 ناقص ln x مربع، الكل على x مربع. الان واش ندير الفكره؟ ما هي الفكره؟ انه فقط نوزع الناقص هذه اللي راها للكسر، نحاول نمدوها للبسط كما هو. اذا نمدوها للبسط، توزع تعكس الاشارات، تولي ناقص 2 زائد ln x مربع، الكل على x مربع. الان لو نلاحظ الاشارات واش راحين نقولوا؟ x مربع مقدار موجب تماما، اذا تتحكم في الاشاره اشاره البسط. اذا واش راحين نكتبوا؟ راحين نقولوا اف فتحه لx لها نفس اشاره ماذا؟ ناقص 2 زائد ln x مربع. اذا ناقص 2 زائد ln x مربع راحين ندرسوا اشارتها. كيفاش ندرسوا اشارتها؟ ما هي الطريقه حتى ندرس اشارتها؟ الان ركز واش كاين عندنا داخل الالان، عندنا داخل ln x مربع. الطريقه الوحيده لدراسه اشاره هذه العباره هي المتراجحات، شرحناها في الدرس مليح، ولكن نزيدو نعاودوها هنا. كيفاش ندرسوا هذه الفكره؟ دراسة الإشارة معناتها نشوفوها متى تكون موجبة متى تكون سالبة. الفكرة نديروها بالمتراجحات. واش معناتها بالمتراجحات؟ نحطوها موجبة نشوفوا ما هو المجال، ونحطوها سالبة ونشوفوا ما هو المجال. إذا نضع ناقص 2 زائد ln x مربع، نحطوها أكبر أو تساوي صفر.
ونبداو نحلو في المتراجعه نتاعنا. مليح، كيفاش نحلوها؟ نديو ناقص 2 من هي، معادن في طرف مجاهيل في طرف، واش راح تولي؟ راح تولي ان اكس مربع اكبر او تساوي 2. الان الهدف الشيء اللي لازم نديروه هو التخلص من الالان. كيفاش نتخلصوا من الالان؟ ندخلوا الداله الاسيه. كي ندخلوا الداله الاسيه، ركز معنا مليح، ندخلوا الداله الاسيه تختفي الالان منا واش راح يبقى؟ بقى اكس مربع، من هي واش راح تبقى؟ راح تبقى اسيه 2. دخلنا الاسيه على الطرفين. الان حاول تركز معنا مليح، قلنا حتى يكون هذا المقدار موجب يجب ان تتحقق هذه المتراجعه، يجب ان تتحقق هذه المتراجعه. معناتها باش تكون المشتقة موجبه لازم يكون اكس مربع اسيه 2 اكبر او يساوي الصفر، يعني لازمتنا نحلوا هذه المتراجعه. كيفاش نقدروا نحلوها؟ نقدروا مثلا نجيبوا اسيه 2 منا، كيفاش تولي؟ تولي لنا اكس مربع ناقص اسيه 2 اكبر من الصفر. معناتها من اجل ان تكون هذه موجبه يجب ان تكون هذه موجبه، اكس مربع ناقص اسيه ناقص اسيه 2. حابين نشوفوها ما هي المجال التي تكون عليه موجبه؟ نقدروا نقولوا انه كثير حدود من درجه ثانيه ندرسوا اشارته بدلتا المميز، ولكن لو كان ننتبهوا رانا نلاحظوا بلي راه مكتوب من الشكل ا مربع ناقص ب مربع، يعني متطابقه شهيره ثالثه نقدروا نحلوها بكل سهوله. كيفاش تولي متطابقه شهيره؟ تولي ا ناقص ب في ا زائد ب. اذا هنا كيف تصبح؟ تصبح x ناقص e في x زائد e الأكبر أو تساوي الصفر. حللناها فقط a ناقص b في a زائد b لأنها مكتوبة من شكل a مربع ناقص b مربع. الآن نروحوا ندرسوا إشارة هذه x ناقص e في x زائد e. أولا نديروا جدول إشارة تاعها. عندك x مجال تعريف هو ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، نعتبرها عادي باللي R، ومن بعد نشوفوا ما هي الفكرة. إذا عندنا X مربع ناقص E مربع، لو كان نحطوها تساوي الصفر، سما هذا القوس يساوي الصفر أو هذا القوس يساوي الصفر. هذا القوس X ناقص E يساوي الصفر، ها نديروا X ناقص E يساوي الصفر، إذا X يساوي E، هذا هو الحل الأول تاعها. زيد، ما هو الحل الثاني تاعها؟ x زائد e يساوي الصفر، تدي e من هي تصبح x يساوي ناقص e. إذا عندها حلين، الحل الأول هو ناقص e، e هذه تساوي؟ تساوي بالتقريب 2.71، بالناقص تصبح ناقص 2.71، وعندنا e. الآن ما ننساوش باللي الصفر راه لا ينتمي لمجموع التعريف تاع هذا التمرين. الآن هنا كاين انعدام، هنا كاين انعدام. الآن الإشارة متى تكون؟ الإشارة كيفاش نديروها؟ داخل عكس خارج نفس، الآ موجب إذا داخل تكون عكس وخارج تكون نفس. إذا قلنا إشارة هذه ناقص 2 زائد ألان إكس مربع عندها نفس إشارة إكس مربع ناقص 2 ناقص أسية 2، لماذا؟ لأنه واش درنا في المتراجعة؟ حطيناها موجبة، لقينا من أجل أنها تكون موجبة لازم هذه تكون موجبة، وبالتالي كون نحطوها سالبة لازم تكون هذه سالبة. إذا رانا نلاحظوا باللي هذه وهذه عندهم نفس العبارة، إذا هذه هي إشارة أف فتحة لإكس، إشارة أف فتحة لإكس زائد ثم انعدام سالب سالب ثم انعدام ثم زائد. الآن بإمكاننا أن نشكلوا جدول التغيرات، نشكلوا جدول التغيرات. كيفاش راح نشكلوا جدول التغيرات؟ نقولوا اف لإكس دل ما بها متزايدة، هنا ما كانش قيمة غير معرفة، ثم متناقصة، ثم متناقصة، ثم متزايد. نحطوا نهايات، نهاية عند ناقص ما لا نهاية لقيناها واحد، نهاية عند زايد ما لا نهاية لقيناها واحد، صفر بقيم أقل لقيناها ناقص ما لا نهاية، صفر بقيم أكبر لقيناها زائد ما لا نهاية. هنا في رأيك شنو نحطو؟ نحطو صور عادي، كاين أو إذا كاين إف لأو، كاين ناقص أو إذا كاين إف لناقص أو. بهذه الطريقة نكونو حسبنا المشتقة، درنا إتجاه تغير. نمرو إلى السؤال، إذا الآن مع السؤال الثالث وين يقول لنا بين أن سي إف يقطع المستقيم دلتا الذي معادلته إيكغيك يساوي واحد، يعني المستقيم المقارب الأفقي في نقطتين. هذا النوع من الأسئلة قلنا دائما لازم نعرفوا نترجموهم، هما أسئلة هندسية، أسئلة بيانية، لازم نعرفوا نترجموهم حسابيا ومن بعد تخرج لنا معادلة نحلوها بكل سهولة. إذا سي إف يقطع محور الفواصل في مستقيم ذو المعادلة إيكغيك يساوي واحد.
دائما كيفاش قلنا نفسروه في دراسة المناقشة البيانية، تعلمنا كيفاش نفسروا هذه المعادلة. قلنا معناه أن سي اف معناتها تفسير تاعها اف لي اكس يقطع، قلنا دائما تفسير تاعها مساواة. المستقيم ذو المعادلة يجريك يساوي واحد معناتها واحد بكل سهولة. بيان أن سي اف يقطع محور فاصل في المستقيم الذي معادلته يجريك يساوي واحد معناتها المعادلة اف لي اكس يساوي واحد. كيفاش عرفناها؟ سي اف قلنا تفسير تاعها في الحساب هو اف لي اكس يقطع، دائما تفسير تاعه مساواة. مستقيم ذو المعادلة يجريك يساوي معناتها يساوي واحد. الآن لازم نحلوا المعادلة اف لي اكس يساوي واحد. إذا ومنه الآن نحط f لـ x. f لـ x عبارتها ماذا؟ واحد ناقص ألال x مربع على x تساوي واحد. الآن لو كان ننقل واحد من هنا راح تولي واحد ناقص واحد يساوي صفر. إذا يتبقى لنا في الطرف هذا ناقص ألال x مربع على x يساوي الصفر. نقلنا الواحد راح الواحد مع الواحد. الآن عفوا ناقص ألال x مربع على x تساوي صفر، كسر يساوي صفر. لازم نظموا معلوماتنا. كسر يساوي الصفر ما معناه؟ معناه أن البسط يساوي الصفر دائما قاعدة، والمقام راه دائما لا يساوي الصفر، مجموعة تعريف هي R نجمة. إذا كسر يساوي الصفر معناه والله منه أن البسط يساوي الصفر. البسط يساوي الصفر معناته ألان ناقص ألان إكس مربع يساوي الصفر. ناقص ألان إكس مربع يساوي الصفر، إذا ألان إكس مربع تساوي الصفر. معادلة نحلوها بكل سهولة. كيفاش نحلوها؟ عندنا ألان إكس مربع تساوي صفر، قلنا معادلة فيها ألان داخل الأسية. كيفاش ندخل الأسية؟ ندخل الأسية على الطرفين، منها تختفي الألان، من هي يصبح إكس مربع يساوي أسية صفر. دخلنا أسية منها، دخلنا أسية منها راحت الأسية مع الألان، منها ولتنا أسية صفر. أسية صفر هي واحد. الآن أسية صفر هي واحد. الآن نحل المعادلة إكس مربع يساوي واحد. ما هما القيم إكس مربع يساوي واحد؟ عندنا إما إكس يساوي واحد أو إكس يساوي ناقص واحد. ومنه إكس يساوي واحد أو إكس يساوي ناقص واحد. إذن هذه هي الفاصلة الأولى، هذه هي الفاصلة الثانية. يعني بما أنه لقينا حلين إذن كاين تقاطعين، قالنا في نقطتين يطلب تعيين إحداثيتهما. ومنه وشي هما النقطتين؟ نسميهم مثلا نسميهم A1 A2، هذه هما نقاط التقاطع مع المستقيم ذو المعادلة إيكاك يساوي واحد. الفواصل تاعهم وشي هما؟ هما واحد ناقص واحد. التراتيب نتاعهم في رأيك كيفاش نجيوهم؟ نقطة تنتمي إلى المنحنى، نقدروا نقولوا الفاصلة واحد ترتيبها F لواحد، فاصلة ناقص واحد ترتيبها F لناقص واحد. كيفاش نجيبهم؟ بإمكاننا نعوضوا في الدالة، ولكن بإمكاننا أيضا أن ننتبه فقط منين خرجت لنا X يساوي واحد وX يساوي ناقص واحد. خرجت لنا من حل المعادلة F لX يساوي واحد. شو معناتها؟ معناتها لو كانت تعوض بالواحد راح تلقى واحد، لو كانت تعوض بالناقص واحد راح تلقى واحد. إذا عوض في زوج راح تلقاهم واحد واحد. إذا هذو هما نقطتي التقاطع مع المستقيم ذو المعادلة إيكغريك يساوي واحد. إذا الآن مع السؤال الرابع، وين يقولنا بين أن المعادلة إف لإكس تساوي الصفر تقبل حلا وحيدا ألفا. ألفا ينتمي المجال ناقص واحد ناقص صفر فاصل خمسة. سؤال مباشر، سؤال مبرهنة القيم المتوسطة. لازم نقولوا بلي إف مستمرة، راه مستمرة، ولازم نقولوا بلي راتيبها على هذا المجال أو مجال يكون أوسع منه، ولازم نحسبوا الصورتين تاع طرفي المجال. إذا هنقولوا F مستمرة ورتيبة على المجال، قلنا بإمكاننا أن نهزوا هذا المجال برك اللي هو ناقص واحد ناقص صفر فاصل خمسة. الآن واش نديرو؟ نحسبوا الصورتين، صورة F نحسبوا F لناقص واحد، يعني نعوضوا في الدالة بناقص واحد، نحسبوا الصورة تاعها بالآلة الحاسبة، ونحسبوا صورة ناقص صفر فاصل خمسة. لازم نحسبوهم. بما أن المعادلة صفرية راح نلقى واحدة أقل من الصفر سالبة والأخرى أكبر من الصفر، يعني مختلفين في الإشارة، يعني جداؤهما أقل من الصفر. نستنتج حسب مبرهنة القيم المتوسطة أن المعادلة F لإكس تساوي الصفر تقبل حلا وحيدا في المجال ناقص واحد ناقص صفر فاصل خمسة. ما هو التفسير الهندسي تاع هذا الامر؟ لانه نحتاجوه بعد في التمثيل البياني. التفسير تاعه قلنا اف لاكس يساوي الصفر معناتها سي اف يتقاطع مع محور الفواصل في النقطه فاصلتها محصوره بين ناقص واحد وناقص صفر فاصل خمسه. الان السؤال يقول لنا خمسه، يقول لنا بين انه احسب، عفوا قالنا حساب اف لناقص اكس زائد اف لاكس، ومن بعد يطلب منا استنتاج او تفسير. اذا نبدا ونحسبه، نحسب f لناقص x زائد f لx.
الان اف لي اكس معروفه العباره تاعها، اف لي ناقص اكس كيفاش نجيبوها؟ في بلاصه نروح نرجعوا للداله اف، في بلاصه اكس نحطوا ناقص اكس. واش معناتها؟ هذه هكذا واحد ناقص الان اكس مربع الكل على اكس. هذه ما هي اف لي اكس؟ اف لي ناقص اكس كيفاش نحسبوها؟ في مكان اكس نضع ناقص اكس. هنا داخل المقام ركز معنا مليح، عندك ناقص اكس الكل مربع، ناقص هذا تحت التربيع ما عنده حتى معنى، يعني راح تبقى اكس مربع. الان هنا تعوض بناقص اكس، قلنا مكان اكس تحط ناقص اكس. هذه ما هي؟ هذه اف لي ناقص اكس. الان نزيدوا لها اف لي اكس، اف لي اكس اللي هي زائد واحد ناقص الان اكس مربع على اكس. اذا انتبه معنا، عندنا واحد زائد واحد هي اثنين. ركز في هذه العباره مع هذه العباره. الان عندك ناقص ناقص، بامكانك انك تخرج الناقص هذه تمدها للكسر كما هو. كيفاش تولي؟ تولي زائد الان اكس مربع على اكس، ناقص ناقص ولات زائد، ناقص الان اكس مربع على اكس. ماذا نلاحظ؟ الان اكس مربع على اكس ناقص الان اكس مربع على اكس، يعني اختزلوا مع بعضهم شحال تبقى؟ اثنين. اذا هذه هي اف لناقص اكس زائد اف لاكس. الان ركز ماذا وجدنا؟ وجدنا راح نديروا تفسير الان، اف لناقص اكس زائد اف لاكس تساوي اثنان. دائما هذه العلاقه او العلاقات المشابهه لها، اف لناقص اكس زائد اف لاكس تساوي عدد، لازم دائما تذكرنا بمفهوم مركز التناظر. في سلسله افكار العالم الكامله في الدوال راح تلقى فيديو خصيصا على مركز التناظر، راح تفهمها مليح. ولكن الان باختصار شديد وش يقول مركز التناظر؟ القانون تاع مركز التناظر يقولنا ان النقطه ا مثلا احداثيتها الفا بيتا، نقطة عندها فاصلة ترتيبة، تسمى مركز تناظر المنحنى إذا كانت هذه المعادلة محققة. F لاثنين ألفا ناقص F لإكس ناقص F لاثنين ألفا ناقص إكس زائد F لإكس تساوي اثنين بيتا. إذا هذا هو القانون في الحالة العامة. الآن طابق المعادلة اللي حسبناها مع القانون تاع الدرس، راح تعرف ما هي إحداثيات مركز التناظر. هذا قلنا ما هو؟ يساوي 2 بيتا. اذا 2 يساوي 2 بيتا، بيتا كم تساوي؟ تساوي ماذا؟ 2 تساوي 2 بيتا، اذا نستنتج ان بيتا تساوي 1. هذه هي الترتيبة تاع مركز التناظر. مليح، ما هي الفاصلة تاعو؟ ما هي الفاصلة تاعو؟ لازم تقارن هذه مع هذه. لازم هل داخل القوس راه مكتوبة من الشكل 2 الفا ناقص اكس. ولا القانون 2 الفا ناقص اكس، ولكن احنا واش عندنا؟ عندنا ناقص اكس فقط. ما معناه؟ معناه ان الفا تساوي صفر ولم تظهر. إذا راه مكتوبة من شكل 2 في صفر ما تكتبتش ناقص إكس، إذا نستنتج أن ألفا يساوي الصفر. واش معناتها؟ معناتها مركز، يعني معناتها أن سي إف يقبل مركز تناظر الإحداثيات نتاعو هما صفر أو واحد. اللي ما فهمهاش حس روحو ما فهمهاش يرجع لقائمة التشغيل تاع أفكار العلامة الكاملة، راح يلقى فيديو خصيصا على مركز تناظر ومحور تناظر راح يفهمها. اللي يعرف القانون راح تجي حاجة سهلة جدا. إذا راح نقولوا سي إف يقبل ماذا؟ يقبل مركز تناظر هو النقطة ماذا؟ هو النقطة نسميها مثلا أوميغا، إحداثيتها هما صفر أو واحد. لو كان تطبق القانون تاع المركز التناظر راح تلقاه محقق بكل سهولة. الآن نمروا إلى السؤال اللي بعد. إذا الآن مع السؤال السابع واللي قلنا فيه أثبت أن المنحنى سي إف يقبل مماساً تي، مماساً مهتي يشمل النقطة A 0 1 ويمس المنحنى سي إف في نقطتين يطلب تعيين إحداثيتهما، ثم أوجد معادلة المماس سي إف. إذا ركز معنا، احنا عندنا مماس تي، مماس تي قال لنا مماس عادي ولكن يحقق مجموعة من الشروط، أهمها أنه يشمل النقطة صفر، النقطة صفر واحد تنتمي للمماس تي. حاول تركز معايا مليح باش نفهموا ما هي الفكرة، لأنه فيها فكرة مليحة لازم نتعلموها. احنا لازم نديروا في بالنا أي أنه أي مستقيم معادلته من الشكل إيكغراك يساوي أكس زائد بي، حتى المماس راه مستقيم، إذا معادلته من الشكل إيكغراك يساوي أكس زائد بي. مليح، الآن واش رايحين نديرو؟ رايحين نبحثوا على أ و ب مع شوية تركيز، ركز معنا مليح. الآن قال لنا النقطة صفر واحد تنتمي للمماس تي، واش معناتها النقطة تنتمي للمستقيم؟ معناتها الإحداثيات نتاعو نتاعها تحقق معادلة المستقيم، معناتها كي نعوضوا هذه في إكس ونعوضوا هذه في إكراك راح نلقاوها محققة. أروح تشوف معنا هنا في المحاولات نعوضوا بصفر. إذا إيكغراك راه يساوي أ إكس زائد بي. واش قال لنا؟ قال لنا إكس عوضها بصفر، صفر في أ هي صفر، إذا بقات لنا بي. إيكغراك باش نعوضوها بواحد،
إذا رانا لقينا بهذه الطريقة لقينا بي يساوي واحد. بما أنه لقينا بي رانا درنا تقدم مليح، لأنه إحنا نبحثوا على بي ونبحثوا على أ. ليه مازال ما فهمش الفكرة؟ رايحين نقولوا النقطة نسميها مثلا بي صفر واحد تنتمي لتي. وش معناه؟ معناه أنه لما نعوض الإحداثية التوحة نلقاها محققة. عوض معنا، إذا عندك أ في صفر زائد بي، إكس عوضناه بصفر، إيكغيك باش نعوضوه؟ نعوضوه بواحد. إذا أ في صفر تختفي، تبقى لنا بي تساوي واحد. إذا معناه المماس تي معادلته إيكغيك يساوي أ إكس زائد واحد. هذه لحد الآن. الآن رايحين نبحثوا على العدد نبحثوا على أ ماذا تساوي؟ لقينا البي مازلتنا الأ. هنا نروحوا لفكرة أخرى. انتبه معنا مليح. الآن أي مماس المعادلة تاعو من جهة أخرى، بما أنه تي مماس عند نقطة معينة، فإن معادلته من الشكل أفتح لإكس صفر في إكس ناقص إكس صفر زائد أف لإكس صفر. مليح، هذه معادلة المماس في الحالة العامة. دوك حنا ما نعرفوش إكس صفر وين جاي، لأنه ما قالناش مماس عند أي نقطة. انشر معنا هذه المعادلة، واش تصبح؟ تصبح إيكغيك تساوي أفتحة لإكس صفر في إكس، نشرنا عادي، مليح، ناقص هذه إكس صفر ناقص إكس صفر في أفتحة لإكس صفر، مليح، زائد هذيك اللي تبقات من هي أف لإكس صفر. ركز معنا، هذه معادلتي وهذه أيضا معادلتي، يعني راهم نفس العبارة. هذه هي معادلتي لأنه مماس، وهذه راها معادلتي لأنه تنتمي له النقطة صفر واحد، يعني عنده معادلتين، يعني نفس العبارة نفس المستقيم عنده عبارتين للمعادلات. العبارة الثانية وش هي؟ هي أ إكس زائد بي. واش رانا نلاحظ؟ رانا نلاحظوا باللي في زوج راهم مكتوبين من الشكل ا اكس زائد بي، اكس مضروب في عدد زائد عدد. معناتها لو كان نديروا المطابقه، طابق عندك اكس المعامل تاعو هنا هو ا وهنا هو ا فتحه لاكس صفر، اذا عندنا ا يساوي ا فتحه لاكس صفر، وهذه معروفه. علاش؟ لانه دائما نقولوا ميل المماس هو العدد المشتق. احنا اللي تهمنا بزاف هي المعلومه هذه، ان هذه العباره ناقص اكس صفر في اف فتحه لاكس صفر زائد اف لاكس صفر هي بي. بي شحال لقيناها تساوي؟ لقيناها تساوي واحد. اذا بالمطابقه، الان رانا نبحثوا على الفاصله تحققنا المطلوب. بالمطابقه عندنا هذه العباره كامل ناقص اكس صفر في اف فتحه لاكس صفر زائد اف لاكس صفر راها تساوي واحد. مليح، الآن ركز معنا، نحن نبحث على إكس صفر، رانا نبحثوا على الفاصلة اللي عندها المماس يحقق هذا المطلوب. إذا الآن قلنا المطلوب هو حل هذه المعادلة، المجهول تاعها هو إكس صفر، رانا نبحثوا على الفاصلة اللي عندها المماس يحقق المطلوب. إذا ناقص إكس صفر في أف فتحة لإكس صفر، أف فتحة لإكس هل عندنا عبارتها؟ نعم. أف لإكس هل عندنا عبارتها؟ نعوضهم ونحل المعادلة، نبحثوا على المجهول إكس صفر. إذا عندك ناقص إكس صفر في أف فتحة لإكس صفر ما هي؟ هي ناقص 2 زائد ألان إكس صفر مربع في المقام عندك إكس صفر مربع. مليح، هذه وش هي؟ هذه أف فتحة لإكس صفر ضربناها في إكس صفر، زيد لها أف لإكس صفر سما 1 ناقص ألان إكس صفر مربع على إكس صفر تساوي ماذا؟ هذه كامل ماذا تساوي؟ تساوي 1. الآن ركز معنا في المقدار الأول، عندك إكس صفر يمكن أنه نختزله، إكس صفر نختزلها مع وحدة، اختفت اكس صفر اللي منا، معناتها العبارة تبسطت أكثر. إذا عندك الناقص هذه وزعها على الكسر، ناقص باش توزعها على الكسر يكفي أنك تمدها للبسط أو للمقام. إذا ناقص ناقص باش تولي عندك 2، ناقص وزعها على الزايد تولي ناقص ألان اكس صفر مربع على اكس صفر. شوف عندنا واحد منا واحد منا، لو كان ننقلوا واحد من هي واش راح تولي؟ راح تولي لنا في الطرف الآخر واحد ناقص واحد، إذا يساوي صفر. شحال تبقى لنا؟ الواحد هذه راحت، تبقت لنا ناقص ألان إكس صفر مربع لكل قسمة إكس صفر. واش رانا نلاحظوا؟ رانا نلاحظوا باللي عندنا كسرين عادي، المقام تاعهم راهم واحد مشترك، نديروا البسط ناقص البسط. كيف تصبح؟ شوف المقام قلنا مشترك هو إكس صفر، كلش يساوي صفر. الآن واش عندك؟ عندك 2 ناقص ألان إكس صفر مربع. الآن ناقص ألان إكس صفر واش راح تولي؟ راح تولي ناقص ألان إكس صفر مربع. إذا ركز معنا مليح، نكملوا الإجابة نتاعنا. واش عندنا؟ عفوا نمحيو المشتقة. واش عندنا؟ ركز معنا في البسط، عندك 2 تبقى 2 ناقص ألان إكس صفر مربع ناقص ألان إكس صفر مربع ناقص ناقص، إذا نستنتج أنه ناقص 2 ألان
x صفر مربع. الكل على x تساوي ماذا؟ تساوي الصفر. الآن كسر يساوي الصفر ما معناه؟ معناه بكل بساطة أن البسط يساوي الصفر، المقام لا ينعدم، إذن البسط هو اللي راه ينعدم، ومنه البسط يساوي الصفر، إذن 2 ناقص ألان x صفر مربع تساوي الصفر. الآن معادلة نحلها عادي جدا، نقدر ننقل هذه من هي، تصبح 2 تساوي هذه ناقص لما تروح طرف الآخر تولي زائد 2 ألان x صفر مربع. الآن اختزلوا 2 مع 2، منا وش يتبقى لنا؟ يتبقى لنا 1 يساوي ألان x صفر مربع. نحل هذه المعادلة، نحلها بطريقة عادية جدا، ركز معنا كيفاش رايحين نحلوها. نتخلصوا من الآلان كما مالفين، نتخلصوا من الآلان باستعمال ماذا؟ ندخلوا الأسية، ندخلوا الدالة الأسية. دخل الأسية منا راح تولي أسية واحد، ومن هي دخل الأسية منا أسية من، تروح الأسية مع الآلان من هي ماذا تصبح؟ تبقى لنا x صفر مربع. إذا شوف إلى ماذا توصلنا، توصلنا أن x صفر مربع يساوي أسية واحد، أسية واحد هي أ، إذا x صفر مربع يساوي أ. هذه المعادلة لازم نحلوها، عندك x مربع يساوي عدد يساوي أ. مثلا كنت عندنا x مربع يساوي 2 وحابين نحلو هذه المعادلة، كيفاش نحلوها؟ دائما من سنة رابعة متوسط نعرفو نقولو أنه x يساوي جذر 2 أو x يساوي ناقص جذر 2، نفس الأمر تماما، x مربع يساوي عدد معناتها ومنه x صفر راه يساوي جذر أ أو x صفر يساوي ناقص جذر أ بكل سهولة. الآن هل وصلنا إلى المطلوب منا؟ نعم وصلنا إلى المطلوب منا. عاود رتب معلوماتنا مليح كيفاش جاوبنا على هذا السؤال. قال لنا أثبت أن سي أف يقبل مماسا واحدا تي، كتبنا المعادلة تاعو، كتبنا معادلتين، معادلة باعتباره مماس، إذن Y يساوي أ فتح على X صفر في X ناقص X صفر، ومعادلة أخرى باعتباره يشمل النقطة صفر واحد. طبقنا بين المعادلتين وحلينا حلينا المعادلة اللي خرجت لنا في الأخير. خلاص قال لنا هذا المماس ماذا يحقق؟ يمس المنحنى سي اف في نقطتين. الآن احنا لقينا فاصلة أولى عندها هذا المماس وفاصلة ثانية عندها هذا المماس، إذن هذ هما النقطتين، النقطة الأولى فاصلتها جذر أ والنقطة الثانية فاصلتها ناقص جذر أ، إذن كاين مماس واحد يمس المنحنى عند نقطتين، نفس المماس نفسه، هذه هي الأولى، هذه النقطة فاصلة النقطة الأولى وهذه فاصلة النقطة الثانية. الآن قال لنا يطلب تعيين إحداثيات هذه النقاط ومن بعد تعيين معادلة المماس تي بخصوص النقاط. مثلا لو كان نسميهم النقطة سي واحد ونسميهم سي اثنين، الأولى فاصلتها كم تساوي؟ جذر أ، جذر أ عفوا، الثانية فاصلتها كم تساوي؟ ناقص جذر أ. بما أنهم نقاط ينتميوا للمنحنى، هذا ما معناه؟ معناه أن الترتيبة تاع الأولى هي أف لجذر أ، فاصلة x f x جذر أ f لجذر أ، هذه ناقص جذر أ، إذا الفاصلة تاعها f لناقص جذر أ. كيفاش نحسبوا f لجذر أ و f لناقص جذر أ؟ بالتعويض في الدالة فقط رايحين نلقاو العبارات نتاعهم، بعد لما نرسموا رايحين نعوضوه. الآن واش يقول لنا؟ يقول لنا عين معادلة المماس تي. الآن معادلة المماس تي كيف نعينها؟ بكل سهولة نديرو معادلة المماس، Y يساوي F فتحة لX صفر في X ناقص X صفر زائد F لX صفر، جميل جدا. الآن واش نديرو؟ لازمتنا نحسبو قبل هذا، ما هي X صفر؟ المماس هذا عند أي نقطة؟ قلنا عند النقطة هذه وعند النقطة هذه، يعني بإمكانك أنك تهز الفاصلة هذه أو تهز الفاصلة هذه تخرج نفس النتيجة. إذا احنا مثلا من أجل التسهيل نهزو جذر أ، جذر أ، جذر أ، هذه هي بكل سهولة. الآن واش لازمنا؟ لازمتنا نحسبو أ فتحة لجذر أ ونحسب أف لجذر أ. كيفاش نحسبوا اف فتحه لجذر او اف لجذر او؟ اف فتحه لجذر او المشتقه نعوضوا فيها بجذر او والداله نعوضوا فيها بجذر او، ونلقاو ما هي النتائج، نعاودوا نرجعوا نعوضهم في المعادله تاعنا. الان نعوضوا مع بعضنا نحسبوا مثلا اف لجذر او، نمحيو هذه منا، نحسبوا مع بعضنا اف لجذر او ماذا تساوي واف فتحه لجذر او. اف لجذر او كيفاش نحسبوها؟ عندك الداله هذه عوض فيها بجذر او، كيفاش راح تصبح؟ شوف راح تصبح لك واحد ناقص ألان
انتبه معنا مليح. عندك الداخل راح تدير جذر او وبعد تربعها. جذر او كي تربعها يختفي الجذر. ها عندك جذر او مربع يروح الجذر مع تربيع تبقى لك اذا ناقص ln او اكس. واش كنا نعوضها؟ نعوضها بجذر او. جميل. الان عندنا واحد ناقص ln او بالاله حاسبه نديروا ln 2.71 واش تخرج لنا؟ تخرج لنا واحد. واحد على جذر. اذا هذه هي الصوره. اف لجذر او هي واحد ناقص واحد على جذر او. الان نعوضه في المشتقه اف فتحه لجذر او. خصوص اف فتحه لازمتنا نذكروا المشتقه. المشتقه كيفاش لقيناها؟ اف فتحه لاكس لقيناها تساوي ناقص 2 زائد الان اكس مربع على اكس مربع. رايحين نعوضوا فيها بماذا؟ نعوضوا فيها بجذر او. اذا تساوي ناقص 2 على الان عفوا الان اكس باش تعوضوا بجذر او. جذر او مربع قلنا او اذا تبقى لنا ناقص 2 زائد ln او. نفس الامر في المقام عندك جذر او رايح تربعها. جذر او لما تربعها تبقى لك فقط تساوي او. مليح. ركز معنا في البسط. قلنا ln او بالاله الحاسبه قلنا واش تخرج؟ تخرج واحد. اذا ناقص 2 زائد واحد كم تساوي؟ تساوي ناقص واحد على او. اذا هذه هي عفوا هذا هو العدد المشتق ناقص واحد على او. الان نرجع للعباره نتاعنا ونعوضه مع شويه حساب برك باش تخرج لنا معادله المماس. اف فتحه لجذر او باش قلنا نعوضوها؟ قلنا نعوضوها بناقص واحد على او في اكس ناقص جذر او زائد اف لجذر او. الصوره باش قلنا نعوضوها؟ قلنا نعوضوها بواحد ناقص واحد على جذر او. مليح. نبسطوا نمدوا اخر ابسط شكل ممكن. عندك ناقص واحد على او في اكس كتبها ناقص واحد على او في اكس. الان ناقص في الناقص تصبح زائد حتصبح لنا جذر او. جذر او على او ناقص في الناقص زائد جذر او في واحد على او تكتب جذر او على او زائد واحد ناقص واحد على جذر او. الان انتبه معنا هذه في الحساب. انتبه معنا مليح في هذه في الحساب. لو كان نحسبوها مثلا هذا خلاص انتهينا منهم نحسبوها في المحاولات. شوف هذه عندنا جذر او على او. كيفاش نقدروا نكتبوها؟ دائما الاو نقدروا نفكوه او اي عدد 2 تقدر تكتبها جذر 2 في جذر 2. اذا جذر اذا او كيفاش تقدر تكتبها؟ تقدر تكتبها جذر او في جذر او والفوق في البسط عندنا جذر او. الان واش نديروا؟ بامكاننا نختزلوا جذر او مع جذر او تبقى لنا تساوي واحد على جذر او. يعني هذه جذر او على او نقدروا نكتبوها فقط نقدروا نكتبوها واحد على جذر او. الان شوف واحد على جذر او ناقص واحد على جذر او ماذا يحدث؟ يختفي مع بعضهم. واش راح يتبقى لنا؟ يتبقى لنا ناقص واحد على او في اكس زائد واحد. إذا هذه هي العبارة المبسطة تاع المماس المطلوب منا تي. الآن هذه العبارة نمدوها في الإجابة ولكن كي نعودوا رايحين نرسموا من الأفضل بل يجب أن هذه نهزوها بقيمة تقريبية نحسبوها بالآلة الحاسبة تخرج لنا بالفاصلة نحطوها. الآن بعد ما جاوبنا على الأسئلة النظرية يجينا تمثيل البيان. الآن مع تمثيل البياني لمنحنى الدالة اف نحاول نلتزموا بالمنهجيه اللي مديناها. الخطوه الاولى قلنا عندنا المستقيمات نحاول نمثلوها. شحال عندنا مستقيم؟ قالنا ارسم المنحنى سي اف والمستقيم دلتا والمستقيم تي. المماس تي دوك نشوفوا كيفاش نرسموه. اما المستقيم دلتا هو المستقيم الذي معادلته ايكراك يساوي واحد. ايكراك يساوي واحد مستقيم افقي ترسم بكل سهوله بهذه الطريقه. اذا ايكراك يساوي واحد راح يترسم بهذه الطريقه. إذن هذا هو ماذا؟ هذا هو المستقيم دلتا. هذا هو المستقيم دلتا معادلته يكراك يساوي واحد. مليح. الآن عندنا مستقيم آخر اللي هو مماس المعادلة تاعو ناقص واحد على أو في إكس زائد واحد. قلنا هذه نحسبوها بالآلة الحاسبة حسبناها تخرج لنا ناقص 0.36. إذن المعادلة من الشكل ناقص 0.36 إكس زائد واحد. كيفاش نرسم المستقيم؟ نعوضه بنقطتين. نعوضه بصفر راح نلقى واحد. نعوضه بواحد راح نلقى 0.63. إذن النقطة الأولى فاصلتها صفر ترتيبتها واحد هي هذه. والنقطة الثانية فاصلتها واحد ترتيبتها 0.36 واحد 0.36 هذه. عندنا نقطتين نوصل بيناتهم بالمسطرة. هذا هو المماس تي.
مليح. الآن بعد ما رسمنا المستقيمات قلنا الخطوة الثانية هي ماذا؟ هي جدول التغيرات، هي معلومات جدول التغيرات. الآن جدول التغيرات ركز معنا مليح واش رايحين نهزو منه. إذا الخطوة الثانية جدول تغيرات، جدول تغيرات نهزو منه النهايات والذروات. نهاية عند الناقص ما لا نهاية هي واحد، نهاية عند ناقص ما لا نهاية هي واحد، وقلنا أنه كاين مستقيم مقارب معادلته يقرأ يساوي واحد. يعني لما إكس يكون عند ناقص ما لا نهاية الدالة أف راح تكون عند الواحد، رسمنا هذه النهاية. عندك الآن عند ناقص أ فاصلة ناقص أ ترتيبها 1.7، إذا ذروة إحداثيتها ناقص أ 1.7. كيف جبنا 1.7؟ عوضنا بالدالة، عوضنا في الدالة بناقص أ. الأ قداش قيمتها؟ 2.71، تضرب في الناقص تولي ناقص 2.7. إذا الفاصلة ناقص 2.7 ترتيبها 1.7. إذا عندنا 1 2 ناقص 2.7 راح نعتبروها هنا مع 1.7. هذه قيمة حدية ما نوعها؟ كبرى. مليح، رسمنا هذه النقطة. الآن عندنا نقطة نهاية عند لما يكون X عند الصفر بقيم أقل نهاية الدالة هي ناقص ما لا نهاية. إذا هذا هو الصفر، قيم أقل منا قيم أكبر منا، قيم أقل قلنا الدالة F راح تكون عند ناقص ما لا نهاية. أمليح، الآن عندنا صفر بقيم أكبر قلنا الدالة راح تكون عند زائد ما لا نهاية، صفر بقيم أكبر الدالة راح تكون عند زائد ما لا نهاية. أمليح، عندك عند الأ نقطة فاصلتها أ ترتيبتها 0.26، كيفاش جبنا 0.26؟ عوضنا بأ، عوضنا ب 2.71 في الدالة، إذا الفاصلة 2.7 ترتيبها 0.26، إذا عندنا 1 2 2.7 مع 0.26، هذه هي الذروة. عندنا نهاية أخرى عند زائد ما لا نهاية، الدالة راح تكون عند واحد، قلنا مستقيم مقارب هو هاك. إذا الآن نكونوا درنا جدول التغيرات. بعد جدول التغيرات عادة نروحوا للوضع النسبي. الآن وضع نسبي ما عدناش، مليح. بعد الوضع النسبي نروحوا لبعض النقاط المميزة اللي حكينا عليهم. أول نقطة قلنا كاينة نقطة حكينا عليها تاع نقطة التقاطع مع محور فواصل، لما قلنا معادلة f x تساوي 0 تقبل حلا ما بين ناقص 1 وناقص 0.5. إذا ناقص 1 ناقص 0.5، المعادلة f x تساوي 0 تقبل حلا، إذا هذا هو ناقص 1 ناقص 0.5. هنا قال لنا المعادلة f x تساوي 0 تقبل حلا، قلنا معناتها تقاطع مع محور فواصل، يعني سي اف يتقاطع مع محور الفواصل في هذه النقطة. مليح، زيد، هل عندنا نقطة أخرى؟ كاينة نقطة مهمة جدا اللي هي نقاط اللي عندها هذا المماس. النقاط اللي عندها هذا المماس قلنا عين إحداثيات نتاعها، معناتها لازم نرسموهم. قلنا لقينا جذر أ اف لجذر او، بالآلة حاسبة نحسب ما هو جذر او يخرج لنا 1.6، نعوضه في الدالة يخرج لنا 0.39، يعني هذه النقطة الأولى. زيد عندنا ناقص جذر او اف لناقص جذر او، بالآلة حاسبة ناقص جذر او يخرج ناقص 1.6، تعوضها في الدالة تخرج لك 1.6. نحط النقطتين، الفاصلة الأولى، النقطة الأولى فاصلتها 1.6 0.39، إذا 1.6 0.39، وهذه عندها راح يكون ماذا؟ راح يكون مماس. مليح، النقطة الأخرى فاصلتها ناقص 1.6 والترتيبة 1.6، بالتقريب راح تكون هنا، يعني هذا المماس يمس المنحنى في هذه النقطة ويمس المنحنى في هذه النقطة. آخر خطوة رايحين نوصلوا ما بين المعلومات هذه، قلنا كيفاش رايحين نديروا؟ رايحين النقطة هذه راح تكون بالتقريب هنا، إذا رايحين من الذروة الكبرى هذه، من الذروة الكبرى نروحوا إلى النهاية، بعد روحوا للمماس، بعد نهبطوا نقطة التقاطع مع محور الفواصل. على فكرة هنا أين يتقاطع مع المستقيم الذي معادلته y يساوي 1؟ رانا عيناها في الأسئلة الأولى. إذا هذا هو المنحنى. زيد عندنا قيمة حدية صغرى هنا، نحاول نبينوها، النقاط راها نوعا ما قريبة من بعضها، تطلع منا عندك الرسم ربما ما جاش واضح بشكل كافي. إذا قلنا عندنا ذروة هنا، معليش نزيد نوضحوه، عندنا ذروة قيمة حدية صغرى، بعد نروحوا للنهاية، روحوا للمماس ونطلعوا للمستقيم المقارب. علاش ما بانتش الذروة مليح؟ لأنه القيم اللي رانا تعاملنا معهم صغار. إذا هذا هو التمثيل البياني تاع المنحنى الدالة اف بالإمكانيات اللي عندنا، يعني كون نرسموه بآلة حاسبة بيانية أو بجهاز كمبيوتر أو باستعمال تطبيقات الهاتف راح يجي أوضح من هذا بكثير، ولكن هذا راه مقبول. نمر إلى الأسئلة اللي بعد التمثيل البياني. الآن بعد ما درنا تمثيل بياني ل المنحنى الدالة اف، يقول لنا ناقش عدد حلول المعادلة اف اكس يساوي ام اكس زائد 1. ملاحظة فقط اللي ما على بالوش بالفكرة تاع المناقشة، انا انصحه، يعني اللي موش فاهم اصلا المناقشة ما هي، انا انصحه انه يرجع
البلاي ليست قائمة التشغيل تاع أفكار العلامة الكاملة تاع الدوال، راح يلقى فيديو خصيصا للمناقشة البيانية الدورانية. الناس اللي فاهمين المناقشة أو فاهمينها نوعا ما، على الأقل فاهمين منها جزء، يتبعوها معنا رايحين يفهموها. البقية لازم أول تروح تشاهد الفيديو تجي تفهمها، وبعد راح تجيك حاجة سهلة جدا. إذن في الفيديو تاع المناقشات f x يساوي m x زائد 1، قلنا ما نوعها؟ مناقشة دورانية. مناقشة دورانية علاش؟ لأنه قلنا هذا يمثل الميل وهو متغير، الميل تاع المستقيمات يتغير مع تاع المستقيمات الدور. هذا ماذا يمثل؟ يمثل نقطة التقاطع مع محور التراتيب. بما أنها ثابتة، وش معناتها؟ معناتها المستقيمات، عفوا المستقيمات اللي راح نناقشوا بهم كامل يقطعوا محور التراتيب في النقطة ذات ترتيبة واحد، يعني يقطعوها في النقطة ها. على سبيل المثال المستقيمات نتاعنا المماس والمستقيم المقارب في زوج يقطعوا عند الواحد. اذا المستقيمات كامل اللي راح نناقشوا بهم يقطعوا هنا، واش يتغير فيهم؟ يتغير فيهم الميل، معناتها يدور. زين، كيفاش رايحين نناقشوا؟ لازم نتذكروا انه هنا الميل راه ناقص ما لا نهايه. لما يعود المستقيم هكذا ميله ناقص ما لا نهايه. هنا الميل في رايك كم يساوي؟ الميل هو معامل توجيه هذا المستقيم. إذا الميل هنا راه ناقص ما لا نهاية، الميل هنا راه ناقص واحد أو، ناقص واحد على أو، يعني مستقيم هكذا يبقى يطلع تاني يلحق ناقص واحد على أو، لما يصبح هكذا شحال ميله؟ المستقيم ميله صفر، المستقيم الأفقي ميله صفر، إذا الميل هنا راه صفر. لما يزيد يكمل المستقيم نتاعنا دائما راح يجي هكذا ناقص ما لا نهاية، يكمل الدورة تاعو يلحق لهنا، يزيد يكمل الدورة تاعو يلحق لهنا، يزيد يكمل الدورة تاعو حتى يلحق للزائد ما لا نهاية. الآن المطلوب منا هو حساب عدد التقاطعات بين المنحنى سي اف وبين هذه المستقيمات. الان نبدأ المناقشة تاعنا لما يكون ام ينتمي من ناقص ما لا نهاية. دوك نشوفوا الى غاية ماذا. شوف الان الام راه فرض بلي راه الام ناقص ما لا نهاية. كم يوجد تقاطعات؟ لا يوجد تقاطعات بين هذا المستقيم والمنحنى سي اف، لا يقطعه، منا يقاربه فقط لا يقطعه، ومنا يقاربه فقط لا يقطعه. اذا الان ندوروا بالمستقيم نتاعنا، دائما مركز دوران هو هذا. الان ندوروا، لاحظ هل يقطع هكذا؟ هل يقطع سي اف دلتا؟ لا، رانا نلاحظوا باللي ما يقطعوش. علاش؟ على سبيل المثال ارسم اي مستقيم هنا، راح تلاحظ بانه لا توجد تقاطعات بين سي اف والمستقيم المائل. اذا هذه الحكايه من ماذا الى ماذا؟ من ناقص ما لا نهايه الى غايه هذا المستقيم. اذا من ناقص ما لا نهايه الى غايه ناقص واحد على او، المعادله لا تقبل حلولا. الان عند ناقص واحد على او بالتحديد، لما يكون ام يساوي ناقص واحد على او، معناتها عند هذا المستقيم الاحمر كم يوجد تقاطع؟ يوجد تقاطعين، كاين تقاطع هنا كاين تقاطع هنا. اذا نديروا حاله خاصه وحدها، ام تساوي ناقص واحد على او، وبالتالي لازم نفتحوا هنا لانه قلنا عند ناقص واحد على او المعادله ما بها تقبل الحلين. بما انه سقسانا على اشاره الحلين نحكيوا له على اشاره الحلين. شوف التقاطع هذا يتم في الجانب الموجب، اذا هو حل موجب. التقاطع هذا يتم في الجانب السالب، اذا هو حل سالب. اذا نقولوا تقبل، عفوا تقبل حلين ما بهم ما بهما مختلفين في الإشارة. الآن نواصل الدوران تاعنا ونلاحظ عندك الآن الآن مش حراه يساوي ناقص واحد على أو. شوف المسطرة تاعنا كيفاش رايحة الدور، ولازم تحسب كم يوجد عدد تقاطعات بين سي اف ودلتا. لما ما تعرفش الفكره وقلنا واش دير، قلنا بكل سهوله ارسم مستقيم، ارسم مستقيم بين هذا المستقيم وهذا المستقيم. واش رانا نلاحظوا؟ رانا نلاحظوا باللي يقطعوا مره هنا مره هنا مره هنا مره هنا. اذا توجد اربعه حلول. اذا لما يكون ام ينتمي من ناقص واحد على او مفتوح الى غايه ماذا؟ الميل هنا شحال قلنا يساوي؟ صفر. المعادله تقبل أربعة حلول. إذا تقبل أربعة حلول. الإشارات نتاعهم رانا نلاحظوا باللي زوج يتموا في الجانب الموجب وزوج في الجانب السالب. إذا نقولوا تقبل أربعة حلول، اثنين منهما موجبان، اثنين موجبان واثنين سالبان. جميل. الآن الميل لما يكون صفر، لما نكون عند هذا المستقيم راه مرسوم المستقيم المقارب، في رأيك كم يقطع سي اف المستقيم؟ راه مرسوم باللون الأحمر، لاحظوا باللي يقطعوا مرة هنا ومرة هنا. إذا يوجد حلين، معناتها لما يكون نفتحه هنا، لما يكون ام يساوي صفر يوجد حلان. حلان ما إشارتهما؟ لاحظوا باللي واحد يتم في الجانب الموجب، الآخر يتم في الجانب السالب. إذا حلان مختلفان في الإشارة. الآن
رايحين وصفوا الدوران تاعنا ونلاحظ لما الان الميل كم يساوي؟ الميل راه يساوي صفر. المستقيم تاعنا يكمل الدوران تاعه. لاحظ المستقيم تاعنا راه يدور الى غايه زائد ما لا نهايه. اذا هنا لو ترسم اي مستقيم في هذا المجال بين هذا المستقيم وهذا المستقيم راح تلاحظ باللي راه هذا المستقيم يقطع سي اف مرتين، مره من هنا ومرة من هنا. دائما لاحظ المسطرة دائما لاحظوا أنها راح تقطع لنا المنحنى مرتين، مرة هنا مرة هنا. إذا من صفر إلى غاية ماذا؟ من صفر إلى غاية زائد ما لا نهاية يوجد حلان. إذا آن ينتمي من صفر زائد ما لا نهاية كاين حلان. ما بهم هذا الحلان؟ حلاني مختلفان في الإشارة لأن واحد موجب الآخر سالب. إذا حلاني مختلفان في الإشارة مع ملاحظة بما أن العبارة هذه والعبارة التي تسبقها نفسها حلان مختلفان في الإشارة حلان مختلفان في الإشارة كان بإمكاننا أن ندمج المرحلتين. يعني نقول آن يساوي الصفر نعود ندمجها مع هذه، معناتها نحيو هذه الحالة ونغلقوا عن الصفر لأنه التعبير نفسه يعني ما نعودوش الجملة نفسها. الآن نمر إلى الجزء الأخير في هذا التمثيل. الآن بعد التمثيل البياني المناقشة البيانية يعطينا دالة جديدة آش، وعلى فكرة ربما يوجد خطأ مطبعي في السلسلة يعني خطأ في الكتابة برك. أعطانا h لx تساوي 1 ناقص ln x مربع لكل قسمة x، مجموع التعريف هي r نجمة، ده في المقام توجد القيمة المطلقة. الآن رانا نلاحظوا باللي تشبه للعبارة تاع الدالة f. مليح. السؤال الأول قلنا أثبت أن h زوجية، قلنا حتى نثبت أن الدالة زوجية يجب أن نثبت أن مجموع التعريف متناظرة بالنسبة للصفر، ثم نثبت أن h ناقص x تساوي h لx. مجموعة التعريف dh هي r نجمة، هل هي متناظرة بالنسبة للصفر؟ نعم. علاش؟ لأنه r نجمة وش هي؟ ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية باستثناء الصفر. وش معناتها متناظرة بالنسبة للصفر؟ معناتها كل قيمة عندها المعاكسة تاعها، واحد عندها ناقص واحد، اثنين عندها ناقص اثنين. إذا نقولوا dh تساوي r نجمة وهي متناظرة بالنسبة إلى الصفر. جميل. الآن كيف نثبت أنها زوجية؟ الشرط الثاني يجب أن نحسب h لناقص x ثم نثبت أنها نفسها h لx. h لناقص x في الدالة نعوضه بناقص x، إذا واحد ناقص ln على القيمة المطلقة لناقص x. شوف القيمة المطلقة لناقص x راح تصبح نفسها x. مليح. هنا لما تدير ناقص x لكل مربع الناقص تحت التربيع ما عنده حتى معنى، إذا تبقى x مربع. ركز معنا، إذا تساوي واحد ناقص ln x مربع، قلنا ناقص داخل قيمة مطلقة ما عندها حتى معنى. إذا رجعنا إلى h x، رجعنا نفسها h ل x. إذا مجموع التعريف متناظرة بالنسبة للصفر h لناقص x تساوي h ل x، نستنتج أن h دالة زوجية. إذا الآن h دالة زوجية ما معناه؟ معناه أن c h متناظر، تمثيلها البياني متناظر بالنسبة إلى محور التلاطي. إذا الآن مع السؤال الأخير اللي قالنا أرسم سي آش مع التعليل. إذا نديروا التعليل أولا وبعدها نرسمه. لازم نلاحظوا احنا رسمين سي اف، لازم نلاحظوا ما هي العلاقة بين سي آش وسي اف، يعني بين الدالة آش وبين الدالة اف. دالة اف هي واحد ناقص ان اكس مربع على اكس، دالة آش تشبه لها، ولكن شوف مكان اكس حط القيمة المطلقة لإكس. إذا رانا نلاحظوا باللي آش لإكس راها تساوي اف للقيمة المطلقة لإكس. هذه الفكرة هي اللي على أساسها راح نمثل تمثيل بياني تدل آش. ركز معنا، إحنا القيمة المطلقة على المجال الموجب القيمة المطلقة لإكس هي نفسها إكس، معناتها على المجال صفر زائد ما لا نهاية عندنا آش لإكس تساوي اف للقيمة المطلقة لإكس. على المجال الموجب القيمة المطلقة لإكس قلنا هي نفسها ماذا؟ نفسها x. إذا ماذا نلاحظ؟ على المجال من صفر زائد ما لا نهاية h هي نفسها الدالة f. إذا على هذا المجال ch راح يكون منطبق على cf. يعني في المجال الموجب ch راح يكون نفسه cf. ما هو ch؟ ما هو cf؟ هذول مرسوم باللون الأسود. ch منطبق عليه، ما معناه؟ معناه أنه نعاودوا كي نعاودوا حابين نرسموه نعاودوا فقط عليه. جميل. هكذا رانا رسمنا النصف الاول. الان النصف الثاني كيفاش راح نرسموه؟ كيفاش راح نرسموه؟ بالاعتماد على الداله الزوجيه. واش معناتها الداله الزوجيه؟ اش داله زوجيه معناه ان سي اش متناظر بالنسبه الى محور التراتيم. كيفاش متناظر بالنسبه لمحور التراتيم؟ الان نمحيو هذا الجزء الاسود راه تاع الداله اف، احنا حابين نمثله فقط تمثيل بياني تاع الداله عفوا الداله ماذا؟ اش.
قلنا الدالة زوجية إذا منحناها متناظر بالنسبة إلى محور التراتي، واش معناتها؟ معناتها هذا لازم يتناظر بالنسبة للمحور التراتي. كيفاش راح يصبح؟ أي نقطة عكسها بالنسبة للمحور التراتي، هذه كانت منا تصبح منا، هذه مثلا كانت منا راح تصبح منا، الذروة مثلا كانت عندها ناقص كانت عندها 1.6 تصبح عندها ناقص 1.6. إذا راح التمثيل البياني يجينا هكذا، هذا هو التمثيل البياني تاع الدالة اش. إذا التمرين فيه مجموعة من الأفكار ممتازة تعلمناها، وهو آخر التمرين في سلسلة المستوى الأول. نتمنى انكم استفدتوا منه. الفيديوهات الجايين في هذا في وحدة الآن ما هما هما سلسلة المستوى الثاني. نتمنى انكم دائما تستفادوا من هذه التمارين. ما تنساوش اي ملاحظة اي تعليق اتركوها لنا في التعليقات، تستفادوا منه بإذن الله. وايضا ما تنساوش تدعونا بالخير، ما تنساوش تشاركوا هذه القناة مع اصدقائكم مع زملائكم. بالتوفيق.